Buongiorno, buongiorno a tutti. È un piacere essere con voi oggi per continuare il nostro programma scolastico per il terzo anno secondario. Oggi è la seconda parte della lezione, la grammatica. طبعا صباح الخير يشرفني النهاردة إني أستكمل معكم la prima unità, الوحدة الأولى والخاص بالجزء الجراماتيكالي. معاكم سينيور رفيق أحمد، وإن شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الثاني من الأونيتا بتاعتنا، وهو جزء لا جراماتيكا مع بعض، الفوتورو السيمبليتي، المستقبل البسيط. طبعا إحنا كنا في الجزء الأول زميلي سينيور محمد كان يتكلم فيه عن سبيجاتسيوني ديل ديالوجو، شرح الديالوجو. هنيجي النهاردة الجزء الثاني بتاعنا، وهو جزء لا جراماتيكا. طبعا زمن الفوتور السيمبليتي ده مشابه جدا لزمن البريزنت، تمام. بيتكون من 3 مجموعات، مجموعة أولى تنتهي بآري، مجموعة تانية بتنتهي بالمقطع إيري، مجموعة تالتة بتنتهي بالمقطع إيري. أنا كنت في زمن البريزنت كنت بعمل إيه؟ كنت بشيل المقطع آري على سبيل المثال، وبحط النهايات بتاعتي هي مع إيو، أحط الأو على سبيل المثال فيرب، ونستخدم فيرب مثلا على سبيل المثال كانتاري يغني. كنت بشيل المقطع آري وأحط مع إي وبحط أو كانتو، مع تو بحط إي كانتي، مع لوي ولي بحط المقطع آ كانتا، مع نوي بحط المقطع إيامو كانتيامو، مع فوي بحط المقطع آتي كانتاتي، مع لورو بحط المقطع أنو كانتانو. تمام، زمن الفوتورو السيمبليتي مشابه جدا لزمن البريزنت باختلاف النهايات طبعا والكلمات الداله اللي بارولي كيافي. طيب عشان نبدا نتعرف على الزمن ده نقدر نشوف كلمات الداله بتاعتي. الاول اول كلمه عندي هي كلمه دوماني، يعني غدا. دوماني، بروسيمو، بروسيما، بروسيمي، بروسيمي. كلمة بروسيمو من الكلمات اللي ممكن النهاية بتاعتها تتغير على حسب الاسم اللي جاي معاها أو الكلمة اللي جاي معاها. يعني مثلا على سبيل المثال كلمة أسبوع يعني إيه؟ سيتيمانا. طب عايز أقول الأسبوع القادم هقولها إزاي؟ هقولها لا بروسيما سيتيمانا أو لا سيتيمانا بروسيما. معنى كده إن إحنا غيرنا الحرف الأخير عندي، حرف الأو، خليته ياخد التبعية بتاعت الاسم أو الكلمة اللي جاية معاها، لا بروسيما سيتيمانا. تمام؟ il prossimo anno. من الكلمات برضو التانية عندي من الكلمات الدالة أو الباروليه كيافي على الفوتور سيمبليتش هي كلمة دا دوماني، فرا وترا معاهم وقت، ما ينفعش يجوا لوحدهم. على سبيل المثال أقول فرا اون انو خلال عام، فرا اونا سيتيمانا خلال أسبوع، فرا اونورا خلال ساعة، دا جراندي لما أكبر، دو ماتينا دوب دوماني. طيب نركز جدا على الكلمات الدالة، لأن أنا عندي في ثالثة ثانوي يعني الأزمنة، يعني إحنا خدنا في أولى البريزنتي، في ثانية الباساتو بروسيمو، في ثالثة هناخد الفوتورو السامبليتش، وبعد كده الفوتورو كومبوستو. عندي تقريبا 4 أزمنة لازم أقدر أفرق ما بينهم من خلال لي بارولي كيافي، الكلمات الدالة. لازم أبقى عارف الكلمات الدالة على زمن البريزنت، أبقى عارف الكلمات الدالة على زمن الفوتورو السامبليتشي، لازم أبقى عارف كويس جدا. الكلمات الدالة من الحاجات المهمة جدا واللي بيجيلي عليها نقطة في الامتحان، تمام. ومن خلال الكلمات الدالة أنا بعرف أختار الزمن اللي أنا عايزه، تمام. ونركز جدا على الكلمات الدالة اللي بيجي معاها وقت والكلمات الدالة اللي ما يجيش معاها وقت. يعني مثلا على سبيل المثال كلمة دوماني، دوماني ما يجيش معاها وقت، او الدوماني. اندرو الماري ما ينفعش، لا تسبق بفتره زمنيه. دا دوماني لا تسبق بفتره زمنيه. دا جراندي لا تسبق بفتره زمنيه. من الكلمات اللي بتسبق بفتره زمنيه هي كلمه بروسيمو وفرا وترا، ما ينفعش حتى يجوا لوحدهم، لازم يجي معاهم فتره زمنيه، لازم يجي معاهم فتره ايه زمنيه. كلمة بروسيمو ممكن الفترة الزمنية تيجي قبلها أو بعدها، أو زي ما اديت مثال من شوية قلت إيه لا بروسيما سيتيمانا أو لا سيتيمانا بروسيما،
لكن فراوت را الوقت لازم يجي بعدهم. فراونا ستيمانا، فراونورا، فراونانو، فراون ميزي. متفقين؟ طيب تعالى كده نشوف شكل الجملة في اللغة الإيطالية. تتكون الجملة في اللغة الإيطالية من فاعل، بعد الفاعل فعل، مفعول أو بقية الجملة. الفاعل عندي قد يكون اسم أو ضمير شخصي. طيب نعرف الضمائر بتاعتنا، يو، تو، لوي، لي للاحترام، نوي، فوي، لورو. تاني اي برونومي بيرسونالي، يو، تو، لوي، لي للاحترام، نوي، فوي، لورو. تمام، دي الضمائر الشخصية. طبعا شيء مهم جدا ان اكون عارف الضمائر الشخصية ده. هي نشوف مع بعض ازاي اقدر احدد الفاعل في الجملة. عندي الفاعل ممكن يكون اسم مفرد، في الحالة دي هيبقى equal lui، يساوي lui، او اسم جمع هيساوي loro. اسم مفرد بعده كما، اكني بالظبط بقول تو، ضمير مخاطب. بعد كده اسم جمع بعده كما يبقى voi. لما اشوف الضمير io، لما اشوف الضمير io اسم يساوي noi equal noi، لما اشوف الضمير تو واسم equal voi، lui واسم loro، lei واسم loro. طب تعالى نشوفها بشكل تاني. بص كده يا جماعه، لما يبدأ لي الجملة مثلا على سبيل المثال بدينو أو جوليا أو كيارا، أليسيا، أي اسم من دول، يبقى بالظبط بدل ما قال لي بشكل مباشر الضمير، لا جابها على شكل مثلا مختلف سنة، جابها على شكل اسم. تمام، فأنا بشيل الاسم وبعوض عنه بالضمير وصرف الفيربو على الضمير. ده اللي أنا بعمله. لو أنت في كل جملة حاولت إنك تلاقي فيربو أو تلاقي سوري فاعل تحدده صح، الفاعل ده هتعرف تصرف عليه الفيرب ومظبوط جدا. تمام، اي راجاتسي دي بتساوي لورو. اي اسم جمع بدون كوما على طول لورو، اي اسم جمع بدون كوما على طول لورو. طيب اسم مفرد ورا كوما، قال لي دينو وراها كوما، باولو وراها كوما، بس اسم مفرد. من الحاجات اللي انتوا بتتلخبطوا فيها جدا ما بين الاسم المفرد اللي ورا كوما والاسم الجمع اللي ورا كوما، عشان كده انا حطيتهم ورا بعض. دينو وراها كوما، يبقى ده اكنك بالظبط لو شلت دينو ورا كوما هتعوض عنه بالضمير تو وتصرف الفيربو على تو. طيب راجاتسي وراها كوما، قال لي اي اسم جمع ورا كوما بيساوي فوي على طول. راجاتسي وراها كوما، احمد ومنى وراهم كوما فوي، ستودنتي وراهم كوما فوي. مش شرط كلمه راجاتسي، لان في ناس كتير جدا بيشوف كلمة راجاتسي ورا كوما بخلاص دماغه بتثبت على ان راجاتسي بس ورا كوما هي اللي تعامل معاملة فوق. لا طبعا، اي اسم جمع، اي اسم جمع ورا كوما على طول ايكوال فوي، بيساوي فوي. طيب لما اقول الضمير ايو، ايو اي باولو، ايو جوليا، ايو اليسيا، ايو اي كريستينا، ايو الى فاميليا، ايو الى ماما، ايو اي ميي اميتشي، لما مجرد ان الاقي ايو واي حاجه جنبه، اي اسم جنبه، يبقى ده على طول ايكوال نوي، بتساوي نوي. نفس الفكره لما الاقي الضمير تو، تو اي جوليا، تو اي كيارا، تو اي اليسيا، تو اي كريستينا، تو اي لا فاميليا، بمجرد ان الاقي الضمير تو وجنبه اسم يبقى ده بالظبط الضمير فوي. طيب لوي اي اليسيا بتساوي لورو، لي اي باولو بتساوي لورو. يعني انا ما اشوفش الضمير لي مثلا وصرف الفيرب بس على لي، لا، مجرد ان انا شفت ايه دي يعني اند، و لما اقول يعتبر كده دول حاجتين جنب، اقول هو واليسيا، يبقى على طول كده بقول لورو بالظبط. تمام، الجدول ده مهم جدا، ده اللي من خلاله بتقدر تحدد الفاعل صح، وبناء عليه بتختار الفيرب المظبوط المطابق للفاعل. تمام، طيب تعالوا كده نشوف التكوين، التكوين بتاع الفوتور سامبلج. يعني زي ما اتفقنا ان عندي ثلاث مجموعات، مجموعة أولى، مجموعة تانية، مجموعة تالتة. المجموعة الأولى الفيرب بينتهي بالمقطع آري، المجموعة التانية الفيرب بينتهي بالمقطع إيري، المجموعة التالتة الفيرب بينتهي بالمقطع إيري.
ولما يكون الفيرب عندي بينتهي بالنهايات الثلاثة اللي احنا قلناهم دلوقتي حالا، اري وايري وايري، بنسميه فعل في حالة مصدر انفينيتو، فعل في حالة ايه؟ مصدر، يعني غير مصرف. وانا تلقائي ما ينفعش استخدم الفيرب في مصدره الا في حالات قليلة، بس انا دلوقتي لازم اصرف الفيرب، لازم اصرف الايه؟ الفيرب. على سبيل المثال زي ما شرحت اونيزامبيو كده على البريزنت، هشرح دلوقتي برضو على الفوتور سامبليتش. هشيل المقطع اري، تمام، هشيل المقطع ايه اري، وابدا احط النهايات بتاعه الفوتور سامبليتش بتاعي. مع ايو بحط المقطع ايرو، ايرو. مع تو بحط المقطع ايراي. مع لوي ولاي بحط المقطع ايرا. مع نوي بحط المقطع إريمو. مع فوي بحط المقطع إريتي. مع لور بحط إيه؟ المقطع إيرانو. يعني على سبيل المثال لو عندي فيرب كانتاري، نفس الفيرب اللي أنا استخدمته لما صرفت على زمن إيل بريزنت، أنا هنا هستخدمه بس في زمن الفوتور سامبليتي، تمام؟ طيب المقطع كانتاري، الفيرب كانتاري، تمام، هشيل المقطع آري وصرف الفيرب عادي خالص، هتبقى كانترو، كانتراي، كانترا، كانتريمو، كانتريتي، كانترانو. تاني كانترو، كانتراي، كانترا، كانتريمو، كانتريتي، كانترانو. طبعا كانترو هغني، كانتراي انت هتغني، كانترا لوي او لي هتغني، هو او هي هتغني، كانتريمو سنغني، احنا هنغني، فوي كانتريتي انتم هتغنوا، لورو كانترانو هم هيغنوا. تمام، يبقى كده ده الفيربو لما يكون عندي فيربو من المجموعة الاولى بينتهي بالمقطع اري، بحط النهايات بتاعتي. طبعا النهايات مهمة جدا 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 وانا بشتغل. طبعا هو لما يجي في جملة شيلدري، جملة اختيار، هيجيب لي أزمنة مختلفة، فأنا من خلال النهايات بتاعة الفيربو أنا بقدر أحدد أنا في أنه زمن، البريزنت المضارع ولا الباساتو بروسيمو ولا الفوتورو سامبليتشي ولا الفوتورو كومبوستو. طبعا من خلال النهايات أنا هقدر أحدد. تمام، يبقى أنا عندي ده الفيربو المجموعة الأولى. طيب تعالوا نشوف كده فيربو من المجموعة الثانية اللي بتنتهي بالمقطع إيري على سبيل المثال، نشوف النهايات هي تقريبا نفس نهايات المجموعة الأولى. تمام، يبقى المجموعة الثانية بتساوي المجموعة الثانية، المجموعة الأولى بتساوي المجموعة الثانية من حيث النهايات. إيرو، إيراي، إيرا، إيريمو، إيريتي، إيرانو. تاني إيرو، إيراي، إيرا، إيريمو، إيريتي، إيرانو. هنحط النهايات دي في فيربو ونبدأ نشتغل عليه. على سبيل المثال فيربو اسمه بريندري، معنى يأخذ، بريندرو، بريندراي، بريندرا، بريندريمو، بريندريتي، بريندرانو. تاني بريندرو، بريندراي، بريندرا، بريندريمو، بريندريتي، بريندرانو. طيب تعالوا نشوف فيربو من المجموعة الثالثة عندي اللي بينتهي بالمقطع إيري، النهايات بتاعته تختلف عن نهايات المجموعة الأولى والثانية، إن نهايته بتنتهي بالمقطع إي إر أو إي 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 بدل الإي. إيرو، إيراي، إيرا، إيريمو، إيريتي، إيرانو. تاني إيرو، إيراي، إيرا، إيريمو، إيريتي، إيرانو. هنشوف مثلا على سبيل المثال فيربو من المجموعة الثالثة عندي فيربو اسمه بارتيري، بارتيري بمعنى يسافر، هشيل المقطع إيري وأبدأ أصرف الفيربو على النهايات بتاعتي، هتبقى كالآتي: بارتيرو، بارتيراي، بارتيرا، بارتيريمو، بارتيريتي، بارتيرانو. تاني بارتيرو، بارتيرو، بارتيراي، بارتيرا، بارتيريمو، بارتيريتي، بارتيرانو. دي كده نهايات الفوتور سامبليتشي بتاعي. طيب الخانة الأخيرة دي زي يعني ممكن نسميه ملخص النهايات، إن مع الفيرب مع إيو بينتهي بـ RO، مع تو RAI،
ار اي ري مو ري تي رانو رو راي را ري مو ري تي رانو رو راي را ري مو ري تي رانو. احنا يعني احيانا بنسمي الزمن ده زمن الار لان كل نهاياته لازم تنتهي بحرف الار، كل نهاياته لازم تنتهي بحرف الار. رو راي را ريمو ريتي رانو. تاني رو راي را ريمو ريتي رانو. احنا كده خدنا الشكل بتاع الزمن، شكل زمن الفوتورو سامبليتشي. تمام، نبدأ نشوف مع بعض. طبعا لكل زمن الفيرب الريجولاري، الافعال الريجولاري بتاعتي، الافعال الغير منتظمه، الافعال الشاذه بتاعتي. وعلى سبيل المثال نشوف كده، اول فيرب هو الفيرب يعتبر فيرب اساسي عندي هو فيرب اسري وفيرب افيري. اسري كالاتي: سارو سراي سرا سريمو سريتي سرنو. اسري سارو سراي سرا سريمو سريتي سرنو. وادي الفيرب افيري: افرو افراي افرا افريمو افريتي افران. طبعا دول من اهم الفيرب الريجولاري عندي، من اهم الافعال الريجولاري، الافعال الغير منتظمه بالنسبه لي. فيرب اسري تاني: سارو سراي سرا سريمو سريتي سرنو. وفيرب افيري: افرو افراي افرا افريمو افريتي افران. تمام، لازم اكون حافظهم كويس. نفتكر كده فيربو اسري وافيري في زمن ايل بريزنتي. ها فيربو اسري كان شكله عامل ايه في زمن ايل بريزنتي؟ يو سونو تو سي لوي اي لي اي نوي سيامو فوي سيتي لورو سونو. طيب حد فاكر فيربو افيري كان شكله عامل ازاي؟ يو او تو اي لوي او لي ا نوي ابيامو فوي افيتي لورو ان. تمام، مهم جدا ان اعرف شكل اسري وافيري. لا ليه؟ لان انا بستخدم اسري وافيري في الازمنه المركبه كافعال مساعده، فانا محتاج اعرف شكل اسري او شكل افيري في زمن الفوتورو سامبليتشي ايه، شكل اسري ايه، شكل افيري ايه، شكل اسري في زمن البريزنت ايه، شكل اسري افيري في زمن البريزنت عامل ازاي. مهم جدا يا جماعه اقدر افرق بين الازمنه، لان انا لو ما قدرتش افرق بين البريزنت والباسات والفتور سامبليتش والفتور الكومبوستو انا كده هقع في مشكله كبيره جدا. تمام، لازم اعرف افرق بين الازمنه. تمام، نشوف مع بعض بقيه الافعال الايريجولاري بتاعتي. فاري فاري فارو فراي فرا فاريمو فريتي فرانو. تاني فاري فارو فراي فرا فاريمو فريتي فرانو. أنداري أندرو أندراي أندرا أندريمو أندريتي أندرانو. أندرو أندراي أندرا أندريمو أندريتي أندرانو. طيب داري دارو داراي دارا داريمو داريتي دارانو. داري تاني دارو داراي دارا داريمو داريتي دارانو. طيب ستاري ستارو ستراي ستارا ستاريمو ستاريتي ستارانو. ستارو ستراي ستارا ستاريمو ستاريتي ستارانو. ساپيري سابرو سابراي سابرا ساپريمو ساپريتي ساپرانو. سابرو سابراي سابرا ساپريمو ساپريتي ساپرانو. زي ما انتوا شايفين معايا ان حرف الار هو اكتر حاجه ظاهره في الزمن ده. نيران تاني بشكل سريع: فاري فارو فراي فرا فاريمو فاريتي فرانو. انداري اندرو اندراي اندرا اندريمو اندريتي اندرانو. داري دارو داراي دارا داريمو داريتي دارانو. ستاري ستارو ستاراي ستارا ستاريمو ستاريتي ستارانو. ساپيري سابرو سابراي سابرا ساپريمو ساپريتي سابرانو. تمام، نكمل مع بعض بقية الأفعال الإيريجولاري بتاعتي. فينيري فيرو فيراي فيرا فيريمو فيريتي فيرانو. فيرو فيراي فيرا فيريمو فيريتي فيرانو. فيري
Perro, perrai, perrà. Perremo, perreti, perranno. Perro, perrai, perrà. Perremo, perreti, perranno. Volere. Vorrò, vorrai, vorrà. Vorremo, vorreti, vorranno. Vorrò, vorrai, vorrà. Vorremo, vorreti, vorranno. Potere. Potrò, potrai, potrà. Potremo, potreti, potranno. Potrò, potrai, potrà. Potremo, potreti, potranno. Doveri. Dovrò, dovrai, dovrà. Dovremo, dovreti, dovranno. Dovrò, dovrai, dovrà. Dovremo, dovrete, dovranno. نبدأ مع بعض أول الأسئلة. إحنا كده خدنا الكلمات الدالة اللي بارولي كيافي بتاعت الفوتور السامبليتشي، وخدنا برضو الشكل التكوين بتاعه، الشكل النهايات بتاعته اللي إحنا قلنا عليها إيه، رو راي را، ري مو ريتي رانو، اللي بتدل على الفوتور، تمام. وخدنا الإيفيربي الريجولاري بتاعت الإيه، بتاعت الزمن بتاعه. طيب نبدأ كده أول جملة. طبعا عشان أقدر أختار صح لازم احدد حاجتين وانا بشتغل على اي جمله في الازمنه، لازم احدد حاجتين. واحد، una parola chiave، كلمه داله، una parola chiave، تمام. وبعد كده اشوف soggetto، فاعل، ابدا بالجمله ادور عليه فين الفاعل. والله لو جالي بشكل مباشر يبقى حاجه كويسه جدا يعني، وسهل عليا الموضوع، تمام. زي الجمله الاولى جاب لي كلمه نوي، فانا عارف ان مع نوي الفيرب بياخد النهايه ايه. ساعات بيجيبها بشكل لافف شويه، على سبيل المثال زي مثلا الجمله نمبر 4 جابها على شكل فاطمه، بصوا كده معايا، فرادوي جوردي فاطمه، ما جابهاليش بشكل ضمير او على شكل ضمير، جابها على شكل اسم. زي ما قلت او قلت لكم قبل كده ان احنا هنشيل الاسم وهنعوض عنه بالضمير، وبالتالي هبدا اصرف على الضمير اللي موجود قدامي. يعني اعتقد لو عملت زي ما انا بقول اعتقد الاخطاء هتبقى زيرو. يعني نبدا كده اول جمله، دوماني نوي نوت ليزامي دينجليزي. دوماني طبعا دي الكلمة الدالة بتاعتي اللي بتدل على الفوتور السامبليتشي، المستقبل البسيط، واضحة جدا. نوي أصرف الفيربو على نوي. طيب تعالوا كده نبص، واحد هيجي يقول لي مثلا أبيامو داتو على سبيل المثال، لا طبعا مش أبيامو داتو. أبيامو داتو ده احنا زي ما خدناه السنة اللي فاتت اسمه الباساتو بروسيمو، الماضي المركب. طيب احنا قلنا نهايات الفوتور ايه؟ الفوتور السامبليتش نهايته ايه؟ رو راي را ريمو 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 ريتي رانو. طبعا هنا جايه بشكل مباشر جدا نوي، طبعا نوي تاخد المقطع ريمو، تمام. وده فيربو الريجولاري، يبقى اختار ايه؟ داريمو. الاجابه بتاعتي هتبقى الاجابه بي. طيب مين يقول لي داريتي ده متصرف مع مين؟ مع انه ضمير؟ المقطع ريتي، ها فوي. طيب المقطع رانو او إرانو أو إرانو أو ها الفيربو ده رانو، ها مع مين؟ مع لورو، بالظبط كده. طيب الجملة الثانية عندي، ماما دا جراندي إيو لاركيتيتو. ماما دا جراندي إيو لاركيتيتو. هيجي واحد يقول لي يا سينيور طب إحنا هنصرف على ماما ولا على إيو؟ لا أنت بتصرف لأقرب حاجة للنقط عندك اللي هي الضمير إيو. ماما وراكما، خلاص يعني أنا بقول يا يا أمي أنا، يبقى هتصرف على أمي ولا أنا؟ لا طبعا أنا. ماما دا جراندي إيو لاركيتيتو فارو فارو. ماما دا جراندي إيو فارو لاركيتيتو. فرا دوي ميزي لا كلاسي، فين الكلمة الدالة هنا؟ فرا، بالظبط، جه معاها إيه؟ وقت. فرا دوي ميزي، فرا دوي ميزي لا كلاسي الموزيو إيجيتسيو. واحد هيجي يقول لي لا كلاسي هنا جمع، هصرف على اندرانو؟ لا طبعا، لا كلاسي هنا مفرد، يعامل معامله ايه؟ هشيل لا كلاسي دي واعوض عنها بضمير الفصل يعني هو، تمام. يبقى هشيل كلمه لا كلاسي واعوض عنه لو، يبقى في الحاله دي هقول اندرا. فرادوي ميزي لا كلاسي اندرا الموزيو جيتسيو. جملة نمبر رقم 4، فراتوي جورني فاطمة. برضو من الأخطاء الشائعة هنا هو إنه يعني أنتوا بتفتكروا إن فاطمة هنا أو الكوما دي جاية يعني هنا أصرف الجملة على تو أو فوي. لا طبعًا. هنا الكوما دي بتاعت الفترة الزمنية، الفيرجولا دي بتاعت الفترة الزمنية. فراتوي جورني كوما فيرجولا وخلاص. فاطمة
هتصرف بقى على فاطمة عندي. فاطمة هنا هشيلها وأعوض عنها بالضمير لي. فرادوي جورني فاطمة نوات الكايرو، هتبقى الإجابة تورنيرا. محدش يروح يختار تورنيراي، لا طبعا. ماشي تمام. طيب ساعات بتقولوا فاطمة بيجي قبلها كوما يبقى ايكوال تو، اه الكلام ده مظبوط صح جدا، بس لما تبقى فاطمة دي في آخر الجملة على سبيل المثال. أقول مثلا دوفي فاطمة وقبلها كوما، دوفي سي فاطمة، أجيب فاطمة في الآخر والكوما قبلها والفيرجول قبلها، يبقى في الحالة دي ايكوال تو، لكن هنا هو لا طبعا. تمام. دوماني سيرا لا ميا فاميليا الكونشيرتو دي مونير، دوماني سيرا لا ميا فاميليا الكونشيرتو دي مونير. ها لا ميا فاميليا هنا تعامل معاملة ايه؟ ها لوي ولاي، مش جمع زي لا كلاسي. في بعض الكلمات تعامل معاملة المفرد، هي تحس انها جمع بس هي مفرد في اصلها، زي كلمة جروبو، كلاسي، فاميليا، ترافيكو، كل دي تعامل معاملة المفرد. تمام. دوماني سيرا لا ميا فاميليا اندرا الكونشيرتو دي مونير. تمام نكمل. فرادوي جورني، فرادوي جورني دي كلمة دالة اهي، دايما احنا اتفقنا ان فرا وترا لازم يجي معاهم فترة زمنية والوقت يجي بعدهم. فرادوي جورني دينو اديو. تمام. اللي مش عارف ان القاعدة دي ان دي تركيبة كده دينو اديو، طبعا اللي هيشوف دينو بس هيفتكر ان هو لوي، هيروح يصرف على طول مع بارتيرا. لا يا جماعة احنا اتفقنا اهم حاجة عندي وانا بحل الجمل الخاصة او المتعلقة بالازمنة يبقى عندي حاجتين مهمين جدا، واحد الكلمة الدالة، اتنين الفاعل بتاعي. انا هنا الفاعل بتاعي مش دينو بس، لا انا بقول دينو اديو. واحد يجي يقول لي طب ايه حرف الدي ده؟ الدي ده علشان ايو بتبدأ بمتحرك وايه كمان متحرك، فانا دلوقتي حطيت دي عشان نقطة مش اكتر ولا اقل، فانا بقول دينو اد ايو، انا ودينو. انا ودينو هنا هنشيلها وعوض عنها بالضمير نوي، وانا عارف ان مع نوي الفيرب بياخد انو نهايه يريمو، فدينو اديو بارتي ريمو، دينو اديو بارتي ريمو. دينو سرا اروما، ها دينو سرا اروما. نكمل هنا بقى عكس، جاب لي الفيرب فوق اوريدي اهوت زي ما احنا شايفين سرا، وطلب مني ايه بقى؟ طلب مني لا بارولا كيافي، طلب مني الكلمة الدالة. طيب الفيربو عشان اقدر احل، طبعا السؤال بتاع الكلمات الدالة ده سؤال اساسي، يعني من الاسئلة الاساسية في الامتحان عندي. تمام. عشان اختار صح اونا بارولا كيافي لازم ابص على الفيربو، عندي الفيربو هنا سارا، عندي هنا الفيربو ايه؟ سارا، واخد المقطع، ها واخد المقطع را اللي بيدل على ايه؟ بيدل على الفوتور سيمبليتي. طيب يبقى انا لا ارجع بقى للكلمات الداله بتاعتي اللي المفروض اكون حافظها كويس جدا للفوتورو، اللي هي ايه؟ فرا دوي جورني دينو سارا اروما، فرا دوي جورني دينو سارا اروما، فرا دوي جورني. تمام. طب واحد يجي يقول لي دوي جورني فا، لا يا جماعه لا هي مش فا، فا دي بتدل على الايه؟ على الباساتو بروسيمو، انما فرا بلس فتره زمنيه دي اللي بتدل على الفوتور سامبلجي. طيب جمله رقم 8، دينو ابروميسو كي، دينو ابروميسو كي ابروميسو كي بيني كويستانو، دينو وعد ان هو نقط السنه دي، الفعل عندي مين؟ دينو. دينو ابروميسو كي نقط بيني كويستانو، ها الفعل عندي دينو، هيبقى الإجابة طبعا ستوديرا، ستوديرا الإجابة بي، محدش راح اختارته ليه؟ الإجابة سي ليه؟ محدش اختار لأن لو قال لي دينو وراها كوما أو فيرجولا يبقى في الحالة دي تبقى الإجابة تو، لكن هنا دينو إيكوال لوي ولاي يبقى أصرف الفيربو على لوي ولاي. طيب الجملة التاسعة عندي راجاتسي فيرجولا أكي أورا دي كازا، راجاتسي. طيب راجاتسي هنا اسم جمع، اسم جمع ورا كوما، اسم جمع ورا كوما، احنا قلنا ايكوال مين بيساوي مين؟ فوي. راجاتسي اكي اورا ها اوشيريتي دي كازا، راجاتسي اكي اورا اوشيريتي دي كازا، طبعا الاجابه بتاعتي هتبقى دي. طيب دوماني اي نوستري اميتشي، دوماني اي نوستري اميتشي الماري كون نوي،
domani i nostri amici al mare con noi. طبعا domani هي الكلمة الدالة عندي. طبعا i nostri amici أصحابنا. أصحابنا هنا يعني إيه؟ أشيلها كده وأعوض عنها بالضمير loro. i nostri amici loro هم. طيب في المستقبل البسيط عندي loro بياخد أنه نهاية رنو أو إيرانو لو الفعل مش irregular. رنو الإجابة هتبقى عندي إيه؟ سي andranno. Andranno domani i nostri amici andranno al mare con noi. Che ore sono? Che ore sono? Le due. Che ore sono? Le domande te vai saranno. Saranno. طب واحد يجي يقول لي مثلا ما فيش كلمه داله هنا، هقول لك اه ما فيش كلمه داله، بس كل الاختيارات عندي في زمن الفوتورو. في زمن الفوتورو سيمبليجي سارا ساريتي سارانو ساريمو. طيب ليه ما اخترناش سارا؟ ليه اخترنا سارانو؟ عشان لدوي الساعة 2 2 جمع الساعة هم سارانو فكي اوري سونو سارانو لدوي. طيب شوف تاني مع بعض. دوماني ايو نوات روما. دوماني ايو اروما اندرو. اعتقد بعد الكام جمله اللي حليناهم دول اعتقد سهل جدا انك تحل معايا دلوقتي بسهوله. تمام دوماني ايو اندرو اروما. ستاسيرا نوي. ستاسيرا نوي al ristorante. ستاسيرا نوي مانجيريمو al ristorante. ستاسيرا نوي مانجيريمو al ristorante. طبعا السؤال رقم 1 و2 جايين بشكل مباشر جدا. طيب 3 دا جراندي باولو صرف على مين؟ باولو. طيب انا هشيل باولو هنا واعوض عنه بالضمير لوي. اعوض عنه بالضمير مين؟ لوي. دا جراندي باولو ها كومبيريرا. دا جراندي باولو كومبيريرا ماكينا. انا ماكينا. لا سيتيمانا نوات اندرو على الماري. دي اللي احنا شرحناها. لا سيتيمانا نوات اندرو على الماري. طبعا هو جايب لي فوق الكلمه او الفيربو متصرف في زمن الفوتور السامبلتشي. اندرو اندرو حلو جدا. زمن الفوتورو الفوتورو السامبلتشي عرفته منين؟ من مقطع رو. حلو. طيب نبص للشاليري بتاعي الاختيارات بتاعتي بروسيمي بروسيمو بروسيما بروسيمي. طبعا لا سيتيمانا بروسيما. لا سيتيمانا بروسيما. قلنا كلمه بروسيمو من الكلمات اللي بتتغير نهايتها على حسب الكلمه اللي جايه معاها. تمام يبقى لا سيتيمانا بروسيما. il mese بصوا كده il mese nuat mio padre andrà in Italia. il mese nuat mio padre andrà in Italia. طبعا هنا il mese مفرد ايه؟ مذكر. فما حدش يروح يختار لي مثلا لو جايب لي في الاختيارات عندي بروسيمي. لا بص على اداه التعريف، بص على الارتيكولو. الارتيكولو هو اللي هيخليك تعرف تختار صح، لان ممكن تكون الكلمه irregular زي كلمه ميزي. طب انا عرفت منين ان هي ماسكيلي؟ انا عرفت منين ان هي كلمه مذكره؟ من ايه؟ الارتيكولو. بص كده الميزي 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 هنا مفرد مذكر، اداه تعريف مفرد مذكر، فانا طبيعي هختار ها الكلمه الداله تكون برضو في حاله مفرد ايه؟ مذكر. يبقى اقول il mese prossimo mio padre andrà in Italia. domani nuoti in Italia. domani nuoti in Italia. برضو هبص على نفس الجملة اللي تحتيها على طول لأن تقريبا الاتنين فكرتهم واحدة. stasera nuot caldo. stasera nuot caldo. بص يا جماعة اللي هو المثال رقم 6 و7 هنا تقريبا بيتكلم عن حالة الطقس. الجملة الأولى أو الجملة اللي رقم 6 فيرب اسمه بيوفري عندي. بيوفري بمعنى تمطر. وفي الحالة دي الفيرب ده بيتصرف فقط مع لوي ولي. domani بيوفرا in Italia. domani بيوفرا in Italia. بكرة ستمطر في إيطاليا. يبقى في حالة الطقس أو مع الفيرب ده دايما بصرف مع الضمير لو. تمام. stasera nuot caldo. stasera nuot caldo برضو دي حالة طقس. caldo freddo. تمام أشعر ها بالحر أو بالبرد. في الحالة دي أصرف الفيرب مع لوي ولي برضو. stasera farà caldo. stasera farà caldo. تمام. domani per Roma anch'io. domani per Roma anch'io. بصوا كده الفاعل هنا هو جابولي ايه؟ جابولي مؤخر.
انكي وجابوا لي في الاخر. احنا يعني انا متعود ان الفاعل بتاعي دايما بيجي لي في بدايه الجمله، لا في بعض الجمل بيجيب لي الفاعل مؤخر زي الجمله دي دوماني نقط في رومانكي، وانت تقعد تدور. احنا يعني الكلمه الداله جايه بشكل مباشر وواضح جدا دوماني، فين الفاعل بتاعي؟ اقعد ادور عليه ما لاقوهوش، لا موجود في الجمله بس ممكن يكون موجود في الاخر جاي ضمني. طيب يبقى دوماني ها بارتيرو انكيو، دوماني بارتيرو بير روما انكيو. تمام. اللوندي بروسيمو ايو دوفرو اسكولا بريستو، اللوندي بروسيمو ايو دوفرو اسكولا بريستو. اي حد هيروح يشوفها هيختار على طول اندرو، لا طبعا انا عندي دوفرو. ها حد فاكره ده فيربو ايه؟ ها فيربو مودالي، فعل من الافعال الخادمه، دي كنا خدناها في اولى ثانوي الافعال الخادمه اي فيربي مودالي، والافعال دي مهمه جدا ومستمره معايا في ثالثه. وظيفه الفعل الخادم ايه؟ ان بيجي وراه فعل في حاله مصدر، فعل في حاله ايه؟ مصدر. هقول اللوندي بروسيمو ايو دوفرو انداري، ايو دوفرو انداري اسكولا بريستو. طيب حد فاكر الافعال الخادمه كانت ايه؟ الافعال الخادمه كانوا عندي ثلاثه، دوفيري بوتيري فوليري، دوفيري بوتيري فوليري، الافعال دي مهمه جدا. طيب دوفي دو ماتينا دينو، دي الجمله اللي كنا بنتكلم عنها لما بيجيب لي الاسم في الاخر والكوما قبله او الفيرجولا قبله، ها دينو قبلها ايه؟ فيرجولا كوما. دوفي دو ماتينا دينو، هنا مش عامل معامله لوي ولي، لا هنا الكوما بقى جت قبله، ففي الحالة دي يعامل معاملة ها تو. دوفي اندراي دو ماتينا دينو، دوفي اندراي دو ماتينا دينو. هنا أصبح الشخص دينو هنا شخص مخاطب، يا دينو أنت بكرة الصبح رايح فين؟ بكرة الصبح رايح فين يا دينو؟ بالظبط كده هي تقال كده. تمام. السابتو بروسيمو، السابتو بروسيمو tutta la famiglia nuota al cinema andrà. Il sabato prossimo tutta la famiglia andrà al cinema. Domani tutto il gruppo, domani tutto il gruppo studierà bene. شوف la famiglia والجروب زي ما قلت الكلمات دي تعامل معاملة المفرد، تعامل معاملة lui ولي. Domani tutto il gruppo studierà bene. Dopodomani tutta la gente, dopodomani tutta la gente al concerto andrà. Fra due giorni tutta la classe darà l'esame. Domani la nostra band vincerà il concorso. كل الكلمات دي تعامل معاملة المفرد ودي انتم بتقعوا فيها كتير جدا. Domani in Italia pioverà، احنا قلنا فرا بارتيرو انداري اندراي. تمام. طيب دينو وراها فيرجولا كوما دوفي اندراي. دوماني ايو كانتيرو، كيوري سونو ها ترى لونا. هنا بقى ما قلتش سرانو، هنا لونا الرقم الوحيد او الساعه الوحيده المفرده عندي هي ساعة رقم واحد لونا، هتبقى سارا. كي اوري سونو سارا لونا، كي اوري سونو ها سارانو لي اوتو. فأنا من بعد الساعة واحدة الساعات تعامل معاملة لورو. لي دوفي نوا دوماني اندرا، لي هنا احترام يبقى في الحالة دي هتعامل معاملة لي الاحترام فصرف الفيرب مع لي، يبقى لي حضرتك دوفي اندرا دوماني ستذهب غدا. طيب نشوف قاعدة سي عندي من دي يعني من القواعد المهمة جدا عندي في الأونيتا. قاعدة سي بمعنى لو، هي زي قاعدة اف كده عندي في الإنجليش. سي بيجي وراها دايما مضارع، الجملة التانية فتورو سيمبليتشي، أو بيجي وراها فتورو سيمبليتشي والناحية التانية فتورو سيمبليتشي. سي نوي ستوديامو بيني في الجملة الأولى، سي نوي ستوديامو أهي ده المضارع اللي احنا اتكلمنا عليه في بداية الحلقة. باسريمو l'esame. Se noi studiamo bene passeremo l'esame.
لو ذاكرنا كويس passeremo l'esame هننجح. Se vinceremo il concorso faremo una festa. Se vinceremo il concorso faremo una festa. يعني أنا دلوقتي يعني نقول إن الجملة الثانية، الجملة الثانية عندي من قاعدة سي لازم تكون مستقبل بسيط، لازم تكون فوتورو سيمبليتشي. والجملة الأولى اللي بعد سي مباشرة ممكن تكون يا إما في زمن البريزنتي، في زمن المضارع، أو في زمن الفوتورو سيمبليتشي، بس متفقين إن الجملة الثانية لازم تكون فوتورو سيمبليتشي. طيب نشوف مع بعض. Se Alice nel nostro gruppo vinceremo certamente. Se Alice, هصرف هنا على Alice، هقول canterà. Se domani farà bel tempo, io al mare con i miei amici, io andrò. تمام. Se non camminiamo più veloce, perderemo l'autobus. Se domani farà bel tempo, io e mio fratello andremo al mare. تمام؟ ادي الفعل بتاعي انا واخويا، انا واخويا يعني نوي، اتصرف بقى على نوي. Se vai avanti così، لو استمريت كده في المستوى ده superirai l'esame، هتجتاز الامتحان. هنا صرفت هنا الفيربو بعد سي متصرف مع تو على البريزنت في زمن المضارع، يبقى الناحيه الثانيه فوتور سيمبليتشي، تمام، في زمن المستقبل البسيط. Se domani، se domani نقط il progetto، se domani نقط il progetto faremo una festa in classe. Se domani se domani il progetto faremo una festa in classe. Se domani finiremo il progetto faremo una festa in classe. لو بكرة خلصنا المشروع هنعمل حفلة في الفصل. تمام. Se la Roma continua così vincerà il campionato. Se la Roma continua così vincerà il campionato. Se finirò i miei compiti uscirò con Dino stasera. طبعا هنا finirò da متصرف مع io، يبقى الناحية التانية برضو هصرف مع مين؟ مع io. Se vinceremo il concorso، se vinceremo il concorso festeggeremo. هنا الفيرب في الجملة رقم 9 متصرف مع noi، يبقى الناحية التانية برضو هصرف مع noi. Se vinceremo il concorso festeggeremo alla grande. Se sono stanco، se sono stanco non uscirò con la famiglia. تمام. Se sono stanco، ناخد بالنا ان هنا stanco هنا جات لي في حالة singulare، يبقى اذا الفيرب هنا او الفاعل بتاعي هو هنا io، يبقى اصرف الفيرب هنا مع io. Se sono stanco non uscirò con la famiglia. Se non studi bene، se non studi bene، هنا الفيرب متصرف مع مين هنا؟ studi، متصرف مع تو. ساعات ما يجيبليش ضمير بشكل مباشر ويجيب لي الفاعل او الفعل على شكل ضمني او يعني ضمير مستتر. هنا متصرف الفيرب هنا مع مين؟ مع تو، بس ما جابش تو بشكل مباشر. اعرف منين هنا؟ من الفيرب. بص كده studi، studi دي متصرفه مع تو، عرفت منين؟ من نهايه الفيرب الاي، يبقى هنا مع تو، يبقى الناحيه الثانيه اصرف زيه. Se non studi bene non supererai gli esami. Se il concorso musicale faremo una festa. Se vinceremo، se vinceremo il concorso musicale faremo una festa. Tamam. Se io andrò al cinema، se io andrò al cinema guarderò un film italiano. Se tu canterai nel nostro gruppo vinceremo noi. Se io andrò in Egitto، se io andrò in Egitto visiterò le piramidi. Se studiamo bene، se studiamo bene prenderemo، لو ذكرنا كويس prenderemo alti voti. Se il film è bello noi andremo insieme. Se نقط caldo، احنا اتفقنا الطقس صرف مع لوي ولي دايما. Se نقط caldo، se نقط caldo noi andremo al mare. Se farà، se نقط molto non andrò al cinema. Se pioverà molto non andrò al cinema. تمام.
وبكده احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، واتمنى كده يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة من الشرح بتاع زمن الفوتورو سامبليتشي، وبالتوفيق في الحلقات الجاية ان شاء الله. شكرا لكم يا جماعة. تشاو تشاو تشاو.